السعادة وساعات تفصلنا على الشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين من جديد، كل سنة واحنا دايما في ظهر بعض، كل سنة واحنا فرحانين بقدوم رمضان. بقالنا كتير عمالين نقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. خلاص وصل الفرحة الكبيرة معاه. ورمضان في حاجات كده علامات ورموز وحاجات كده، طول ما انت بتستنى رمضان تبدأ بقى تستنى الرؤية وأعلنت دار الإفتاء والحاجات اللي احنا متعودين عليها، وهوب يطلع رمضان جانا. مرحب شهر الصوم اهو جه يا اولاد، شويه ولا لسه بدري شويه. اهلا بالعيد، بعد كده ندخل على العيد الكبير بقى. اسمحوا لي ارحب ضيوف، انا سعيد جدا بوجودي معاهم النهارده. فرقه حلوه جدا هنتعرف عليها النهارده، كردان صح كده؟ ايوه بالظبط. كيف الحال؟ كل سنه وحضرتك طيبين. حضرتك طيب وبخير. رمضان كريم مقدما. رمضان كريم علينا جميعا. طيب استاذ علي، حضرتك القائد والمؤسس للفرقه صح كده؟ أيوه. عرفني بيها. هي فرقة كردان للموسيقى والطرب بقالها 4 سنين. تمام. هي قوام الفرقة 30 فرد، إنما ده الجزء الشرقي يعني أو التخت الشرقي من الفرقة زي ما بنقول. حلو. الفرقة عملت عروض في سيد الصاوي، في مسرح لاناجر في الأوبرا، صندوق التنمية الثقافية، في بيت السحيمي، في مسرح الرابع الثقافي، وبعض العروض بقى في الميديا وفي الأندية الرياضية وكده يعني. طيب أنا لسه كنت بقول رمضان ليه حاجات علامات طبعا. فالنهاردة أنا جاي والناس كلها وأتوبيس السعادة جاي عشان يستمتع، فأنتوا النهاردة الجزء الممتع الفني الجميل في الحلقة. فأنا هسيب حضرتك تطلق إشارة البدء ونستمتع بالله يحسن. سمعكم الأول كده موسيقى، يا موسيقى دينية اسمها المولد عشان الرؤية وكده. وملحومة بجزء كده من أغاني رمضان برضه. ماشي. We'll be right back.
شهر العبادة والهدى والغفران يا رب. رمضان كريم. الله اكرمك. الشغل المزيكا والغنى ما رش اقول عليه شغل، حاله ممتعه الواحد بيستمتع بيها لانها بتخاطب كل المشاعر عند اي حد. ولكن لما نيجي نتكلم عن الحاجات اللي بتقدم في المناسبات الدينيه بتكون ليها مكانه اكبر طبعا، وقريبه من الناس اكتر. ونقف عند شهر الخير بقى، شهر الصيام، شهر رمضان. طبعا مميز. انتوا يعني عجبني الفكره ان انتوا ما اكتفيتوش بان بتعيدوا الحاجات القديمه، لا انتوا عاملين حاجه زي اعاده رؤيه جديده ودمجتوا بيها مرحب شهر الصوم. يعني الموسيقى الاولى دي موسيقى المولد، موسيقى دينيه من التراث. تمام. وعملت انا فيها شيء من الابتهال الحر، وبعد كده لحمتها بحاجه لعبد العزيز محمود بتتقال في رمضان، مميزه جدا يعني طبعاً. كل الناس عارفها طبعاً. فهو دي طبعاً. الفكره يعني. ايه اقرب اغنيه لقلبك انت بما ان انت القائد بقى من اغاني رمضان؟ والله كل اغاني كلهم رمضان ولادي بس يعني لا القريبه قوي برضه يعني هي اهم اغنيه الناس بتحب تسمعها بتاعت محمد عبد المطلب رمضان جانا دي. انت اللي قلت يعني. انا ما قلتش حاجه، يلا نسمعها بقى. رمضان جانا وفرحنا موت
رمضان جانا وفرحنا ابو بقاله سنه ولا بقاله زمان؟ عشان انا دلوقتي سمعتها غير لما ودني جانا وفرحنا ابو بعد غيابه وبقاله زمان. تصدق ان انا فاكرها وبقاله سنه يعني بيحسبها لنا. طيب الاغاني في الحفلات ايوه بيطلب برضو في الحفلات والامسيات الرمضانيه نفس الاغاني طبعا. يعني ما بي يعني زي ما كل حاجه بتتغير. نيجي عند الاغاني الخاصه بالمناسبات والاغاني المصريه في اي بلد عربي في الدنيا كلها يقول لك اغاني المصريين، اغاني المصريه بتاعت رمضان بتفضل ليها الصداره. طبعا هي مصر بتتميز في الموسيقى ان اي اوكيجن او مناسبه بتلاقي ليها غنى ما بتعملش الا ببلدنا. صحيح للامانه يعني صحيح. في العيد مثلا اهلا اهلا او يا ليله العيد او هكذا في كل مناسبه. فرمضان خد يعني الرصيد الاكبر من الموضوع ان هو في اغاني اتعملت كتير قوي، والقديم بتاعنا دايما بيبقى احسن من الجديد وبيفضل عايش وخالد عايش وبيطلب والاجيال الجديده بتحبه بالزبط. يعني بيتهيالي احنا مجرد ما نسمع دخلت بس بدايه اغنيه رمضان جان خلاص احنا كده ومتصحر. وانا في حفلاتي ما بعمل يعني شغل مع الفريق بتاعي بطلع اطفال بتقول اغاني رمضان زي ثلاثي المرح، عندي اطفال بتقول ده اهو جه يا اولاد الحاجات ديت، فبقدم ده بشكل جديد يعني او بشكل ابديتد شويه عن القديم يعني. طيب نسمع ايه بقى؟ يعني ممكن نقول حاجه برضو في الاجواء الرمضانيه. ماشي. يا وجهي يا اولاد كده حسيت الله عليك دخلتك اذن موسيقيه طبعا مذيع برضو. اوجيه يا اولاد ونسايمه بدات من بدري ونفحاته الجميله نورت الدنيا كلها. كردان فرقه جميله نورتونا، نورتوا اتوبيس السعاده. وربنا يوفقكم ونسمع دايما عنكم كل نجاح ونورتوا اتوبيس السعاده. احنا اللي اتشرفنا بوجودنا مع حضرتك النهارده، وكل عام وانتم بخير جميعا. حضرتك طيب ورمضان كريم.